سيبا غادي الشعر الأشقر غادي نستعملوا فيها البابونج لا كامومي لا كامازوني اللي هي واحد المادة مهمة للشعر الأشقر. الزعفران الحر كتاخذوا غير ثلاثة ديال الشعيرات، ما ناخذوش منه بزاف، ناخذوا منه ثلاثة ديال الشعيرات. عصير ديال البرتقال، لا فيتامين سي اللي هي مهمة وضرورية باش تخلي لنا هذه الظاهرة ديال التلوين للشعر الأشقر، وزيت الزيتون كمحلول للإذابة. ومازال نأكد زيت الزيتون اللي كتكون في المطبخ اللي كناكلوها هي اللي يمكننا نستعملوا الوصفات ديالنا الطبيعية ولا الوصفات اللي كنعطيك. إذا نعاود بالمقادير، البابونج معلقة كبيرة، الزعفران الحر ثلاثة ديال الشعيرات، عصير البرتقال خمسة ديال المعالق كبار، وزيت الزيتون كناخذوا كاس صغير. هاد المكونات كنحطهم فوق العافية وكنخليهم حتى كطلع لهم الغلية الأولانية. من بعد كنخليهم ليلة وكنصفيو هاد المكونات فواحد القريعة اللي ما كتكونش كتدخل أشعة الشمس، كندهنوا بها الجلدة ديال شعرنا وشعرنا بحال الصباغات كاملين، وكنخليوها ساعة ونص في بلاصة اللي كتكون فيها أشعة الشمس. ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا جوج المرات في الأسبوع وكنداوموا عليها مدة ديال 4 شهور. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.